خليني أولا نتقدم يعني بتعزية الحارة والحزينة لأهالي 30 شهيد، وإن شاء الله بيكونش أكثر يعني، وبتمنياتي بالشفاء العاجل لمئات الجرحى، وأيضا بعبارات الإعجاب والمودة والمحبة لكل المتظاهرين السلميين. وأريد إن سمحت أن أخص بالذكر منهم ذلك الرجل الذي رأيناه جميعا وهم ينهالوا عليه بالضرب، وأقسم بالله أنني شعرت وكأنهم يضربونني أنا، وأعتقد أنه ملايين العرب شعروا بنفس الشعور من الاستنكار والغضب ويعني حتى تقزز يعني. وأريد أن أقول لهذا البطل المجهول أنهم لم يهينونه هو، وإنما أهانوا يعني المؤسسة التي ينتمون إليها، وأهانوا أنفسهم لأنهم يعني بأربعة أشخاص يتناوبون على رجل يعني أعزل من كل سلاح ولا يقاومهم، وإنما ليس له إلا جلده وبطولته. أقول له أنت شرفنا وشرف هذه الأمة وشرف هذا الشعب السوداني، وأنا أحييك وأقول لك نحن معك، ولم تهن ولن يستطيع أحدا أن يهينك ولن يهين هذه الثورة. هذا يعني اسمح لي بهذا التقديم لأنه كان من الضروري أن أقوله، لأن مشاعري يعني كثيرة هذا اليوم وأنا أتابع لحظة بلحظة.